عمرو، يعني ايه الكلام ده؟ انا مش فاهمه حاجه. بص يا غاليه، عبد الله اتعرض لصدمه شديده في المخ، واضح انها اثرت على الذاكره عنده. انا قلت لك قبل كده انه ناسي كل حاجه عن الحادثه وعن الفيلم، بس واضح كمان انه نسي انكم اتطلقتوا. يعني ايه نسي ان احنا اتطلقنا؟ يعني في مرحله وقعت من دماغه خالص، انا حتى مش عارف هو فاهم احنا في سنه كام دلوقتي. عيني يا عبد الله، احنا لازم نكلم دكتور مخ واعصاب، هو يقول لنا بقى نتصرف معاه ازاي. بس لحد ما ده يحصل لازم نسيره. يعني ايه اسيره؟ مش فاهمه. ده بيقول لي نروح مع بعض البيت، ولو الدكتور لو جه بعد كده قال نفس الكلام اللي انت بتقوله هروح انا معاه البيت؟ مش فاهمه غالية. بلاش نسبة الأحداث، نشوف الأول الدكتور لما يجي يقول إيه وبعدين نبقى نتكلم.